بعض عن برنامج معالج نصوص وورد 2010. بالحصة السابقة تعرفنا على كيفية إدراج جدول، بالحصة هاي إن شاء الله رح نتعرف على كيفية التنقل بين خلايا الجدول وكيفية تحديد خلايا الجدول. بالبداية التنقل بين خلايا الجدول، قبل ما نبلش فيهم يا سادس، إحنا عرفنا بالحصة إنه الجدول عبارة عن صفوف وأعمدة. الجدول عبارة عن صفوف وأعمدة. بدنا نعرف يا سادس إنه من تقاطع هاي الصفوف والأعمدة بنتج عندي خلايا. فمثلاً هون هاي بسميها خلية رياضيات، هاي الخلية اللي لونها أصفر، هاي اسمها خلية، هذا كله كامل اسمه خلية، خلية رياضيات، خلية العلامة، خلية المادة. فهاي المربعات، كل مربع موجود بالجدول اسمه خلية. رح نتعرف كيف رح نتنقل بينهم. أول إشي باستخدام الفأرة، اضغط بالزر الأيسر للفأرة على الخلية المطلوب الانتقال إليها، بس بتنقل من خلال مؤشر الفأرة الأيسر. الطريقة الثانية التنقل باستخدام لوحة المفاتيح. باستخدام لوحة المفاتيح في عنا طريقتين، إما بستخدم الأسهم اللي هي الأسهم الأعلى وأسفل يمين ويسار، فهي أنا هون بدي أنتقل للأعلى بستخدم السهم للأعلى، بدي أنتقل للأسفل بستخدم السهم للأسفل، وممكن أتنقل لليمين أو لليسار، أو باستخدام مفتاح تاب. في عنا على لوحة المفاتيح مفتاح اسمه تاب، بتنقل من خلاله بين خلايا الجدول. طيب إذا هون عندنا التنقل بين خلايا الجدول باستخدام الفأرة، بستخدم مفتاح الفأرة الأيسر، ضغط على الزر الأيسر للفأرة، باستخدام لوحة المفاتيح إما الأسهم أو مفتاح تاب. ثانيا تحديد خلايا الجدول، هون بدنا نحدد يا إما أعمدة أو صفوف، أو بدي أحدد الجدول بالكامل. طيب لتحديد الأعمدة، يتم تحديد الأعمدة بوضع مؤشر الفأرة فوق العمود المراد تحديده حتى يتغير شكل المؤشر لسهم للأسفل، ثم اضغط بالزر الأيسر للفأرة ضغطة واحدة. ننتقل للجدول، هاي هون بروح للعمود بحرك لحتى يتغير شكل مؤشر الفأرة لسهم للأسفل، بضغط ضغطة واحدة بزر الفأرة الأيسر فبيتم تحديد العمود بالكامل. طيب لتحديد الصف، نضع المؤشر الفأرة بداية الصف من الخارج حتى يتغير شكل المؤشر بهذا الشكل، ثم نضغط بالزر الأيسر للفأرة ضغطة واحدة. طيب نيجي على الصف من الخارج، يتغير عندي شكل المؤشر، بضغط ضغطة واحدة، تم تحديد الصف بالكامل. فهون لو بدي أغير لون الخط لهذا الصف بغيره من أداة تغيير لون الخط. طيب ثلاث، تحديد الجدول بالكامل، لو بدي أحدد الجدول كامل، يتم تحديد الجدول بوضع مؤشر الفأرة على الشكل الموجود في الزاوية العلوية للجدول. في عندي هون شكل مقبض هيك موجود داخل مربع، بضع المؤشر لعنده حتى يتغير شكل المؤشر على شكل مقبض، هاي صار شكل مؤشر الفأرة على شكل مقبض، ثم اضغط بالزر الأيسر للفأرة، هاي ضغطت بالزر الأيسر للفأرة تم تحديد جدول بالكامل. إذا أنا بروح للزاوية العلوية اللي فيها شكل مربع داخله مقبض، بستنى لما يتغير عندي شكل المؤشر لشكل المقبض، بضغط بزر الفأرة ضغطة زر الفأرة الأيسر ضغطة واحدة فيتم تحديد الجدول بالكامل. بهيك بكون انتهى درسنا يا سادس، ويعطيكم العافية.